والدتي كي دايرين شويه لاباس عليكم هانيين. ها هو باكم الحجويجه ان شاء الله في مراحل كما وعدكم ان شاء الله بالكلمه اللي قلت لكم. ها هي الامانه ان شاء الله هي في الصينيه. وتحزموا معايا ان شاء الله في مراحل الصباح ونوضوا بكري مع الربعة الصباح ان شاء الله غنكونوا في السوق. ان شاء الله يا خويا. على الوالده بعدا. ان شاء الله غادي نوض هذا طفيت تخرج عيني. لحين لا. نحسبها لكم ولا تقبلوها قبل حساب؟ احسب منها الوالد باش نعرفوا الهديه ديالك. مرحبا. واش فعلا اكبر هديه؟ مرحبا. اولا ثاني هديه. تابعوني وليداتي وشي شحال غادي باك حاجه شحال غادي يمكن هذه هي الصينيه اللي حكيت هذه هي الصينيه اللي درنا فيها ان شاء الله غتبقى هكا ان شاء الله ودي ان شاء الله وليداتنا ان شاء الله. يا تصمت يا سيدي انت ها واحد ها جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 اصغرت ويا صغرت هذه 100 الف ريال من بو محمد يعجب عليكم ان شاء الله غنطيركم بك بسم الله بارك الله. ها واحد هادي 100 ياك اييه ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 كيف ياكم هادي ولاد 50 دابا مليون هادي اصغرت ويا صغرتات با محمد خرج مليون باينة هادي ما كافياش يا الوالد هو على الصف الدراسه اش بالك احصى هذا هو اللي داك اكبر هديه ليك ها اللي جمعت هذه ان شاء الله بشحال راه نخسروا على بنتي خمسه ان شاء الله وتسهل الله يرضى عليك انت الله يسهل عليك راكي عزيزه وغاليه عيني امين امين شحال هذا مليون قلنا مليون هذاك الوالد ها واحد ها جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 مليون ونص سيدي الهديه ديالي اللي قلت ان شاء الله غنجيبها دابا غنوضحها للمشاهدين هاد مليون ونص ان شاء الله غيجي منه الضروبه والحولي ان شاء الله بحول الله هذا رزقي الحمد لله ديال الفلاحه ديالي تساهل حمصه ومازالت تساهل ومازالت تساهل ان شاء الله الله يرضي عليك يا جماعه الله يسهل عليك الله يطول لك العمر يا ربي الله يطول لك العمر يا ربي يا رب يا جماعه البركه هذه في بابها لان شي بقاو يولدوا انا قلت لهم دابا عريسه تكونوا غير يولدوا واحد الدماغ حي الله يطولك العمر ان شاء الله الله يطول لك العمر هذا هو هذا هو امين اختي امين تساهل تحفصه تساهل الله يرضى عليك الحمد لله رب العالمين وخصوصا من التحات الحمد لله وفرحانه لا يخطيهم عليا ولا يطولهم يا ربي في العمر ان شاء الله حتى نشوفهم تاينا في شي حجه امين داك الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله يا ربي الله يرضى عليك خاصها تقوليها ليا كاع ما تقوليها لجوج انا عارفه الله يرضى عليك لا شي ديسك شبلاوي
على هاد القضيه اللي دار با محمد يكون طوب. يا وليدي عمري ما عرفت. شبلاوي هذا. لا تسمع ديالك عاد خليك تسمع. 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 يلا يا سبقونا على بو محمد الله يدرس ليا. يا سيدي لا بدينا لا الله يصاوب عمر ديالك يا وجه اخوها وفاتها والداني ديالك لا ما الى يا ولد الله بسم الله لله سي محسن صافي لا اتسال اتسال ديال الغرامه لا دابني يا سيرو عينا ها وهذا محسن صايق الراس اجي مغنيه انا عم نغني يا عاوتاني يا واد يا خوتي 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 يا واد يا Thank you.
شجع الخوال اللي يطول في العمر ديالك. ايوا الخوا عزيزه وغادي ندير الخوا دي خونا كاينش بحالها في الله وليداتي في الخوا راه ما كاينش بحالها راه هي فايته وليداتنا مرضي عليكم حاجه ما كتطول شتي واحد هاد الصينيه هكا هاد الحاجه حاجه ما تغويني انا بحال الخوا بحباب والله ما تغويني بحبابي ولا حتى حد عمرني غير حبابي وخوتي والحباب اللي كيبغيوهم المشاهدين العزاز الغاليين فوق راسنا. ايوا دابا ان شاء الله غنجيبو لكم واحد العشيوة نصح من الدلة يا بابي عمروني يا بابي يا خير Yeah.
باغا نجيبوك ان شاء الله يا شيخ. علاه لا يخطى علينا خاتمكم دايسيه. الله يطول في عمركم. الله يطولكم العمر كامل. فرحه ديال الحفاظ. هذا ربعنا باش يدير لي عرضك تاني تسجيله في هذه الامانه هذه. شنو لالا؟ بالفرحة حفصة. الفرحة ديال حفصة حرام هي عمري ما حدث مني. أنا الفرحة ديال حفصة والحمد لله والله العظيم فرحانة نبحر. ولا لا كاملين 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 وهضرونا نعرف ديال عبد القلب الفرحة. إوا ما يخليكم ديما فرحانين. وتابعتوا سهرانين وما يتابعتوا سهرانين حتى الله. غنضربوا لك شي كسيوه ان شاء الله واحد مفاجاه وغنفرح واحد الفرحه في السطح داك الشيء اللي خاصك من الساس للراس خيط لي فوق مع البنات متابعين ديال قناه محمود حسن باش نعرفوا شنو غادي تقول. الله الرحمن الرحيم مفاجات ما نحرقوهمش تلقاهم في قناه ام حفصه ان شاء الله الوالد ندخلوا مع السوق نعيشوا دوك الاجواء ديالنا ومهم تبعونا نقول الهديه ديال الدريسيه فوقاش الدريسيه ما غنقولوش الهديه خليها مفاجاه تكون واحد الهديه من المدريسيه هي تايا في مرتبه الوالده ديالنا والله العظيم وربي اللي شاهد السال الجنه وما فيها انا بصراحه هذه الدريسيه كانت قديمه في الاوقات اللي هي بصراحه اللي كنحتاجوها فيها وكتبقى قديمه معاكم سانداك هذو هما العائله تبقى حاضره على الدريسيه المحلين غنطلعوا السطح ان شاء الله دابا غنطلعوا السطح ان شاء الله يا حنا نطلعوا السطح ونجيب لكم العشيه ان شاء الله بقاو هنا حنا جايين دابا من السطح ان شاء الله. ريان اش كدير ريان؟ مع محمد الطبخ الوالده يلاه شوف فين راكم ان شاء الله بحال الضيف ديالنا خصهم غير غدا شهر يتعشاو ان شاء الله. او تبخ الدم كان يمشي معنا غدا السوق راه كاين في ازرو راه كاين في ازرو بات عند عند حسن اي لا فيه درنا العشاء علاه وديتو كاع وما جاش قال لك انا بغينا عند حسن قالوا حسن والو قصر معنا بالليله ان شاء الله غدرك غدوزو عليه غدا غدوزو عليه ان شاء الله تبارك مسكين شي يعزم معنا في السوق وداك الشيء يكون رائع رائع بزاف اللي فيها الخير الله يسهل عليكم حتى عليكم وعلى وليدات المسلمين امين امين اختي على الجميع ان شاء الله امين 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 كاع اللي تيتمناو شنو ام حليمه؟ انا ويلي 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 سخون ام حليمة الله يلا سخون بالله بقى طيب سخون الله يعطيك الصحة يا ام حليمة وصح ايوا خاطك الناس كاينة تيا تتعافر اولدي وبارد بحال وليداتي والله الا البرد برا هو الدجاج قطعتو ودرناها هذا هو السطيح الواد فاش كتعسوا نتوما هنا كترتاح والله القسم فين كاين عسو متابعينا الاوفياء هنا لا لا الدريسيه جا في الصاك هنا جالسين ها الطناجر ها كل شيء كاين هنا السجاده كيصليو هنا الواد انا غير نوضني غادي نغلفوا ذاك البيت غادي نغلفوه بميكا ها هي مسكينه ولات حسنها راه حتى المغرب عاد عجنت ها انت حتى المغرب ها انت تشوف باش ما تقولش ها الحياه ديالي نعيمه وصح ها بحال جيتي الصباح 16 ودروك 6 هي 22 مزيان ودرنا شي محل كون بعنا على برا وياك انايا مزيان المسكينه جات خساره كاسه هنايا ام حليمه ها هي شنو ام حليمه شنو نقول لهم دابا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ها انتم العشيوه ديالنا كي باش غادي تحط كيجيناش انا عيب نديرو طبله ولا جوج ها نديرو طبله ولا جوج انا ضروري جوج احليمه واخ صافي قسمي لهم داك الشيء البركه اللي كان فرحنا هي غير قدر ماشي بزاف هذيك من بعد نحطو بعدا نحطو دوري دايره على الطبله نديرو ان شاء الله الطباسير ديالهم شنو الويده شنو الويده غادي نهودو للدراري اللي هي ثلاثه وهنا غادي نحطو واقيلا جوج ونص يا صافي لا لا قيدي لك شوف ورقه شنو خاصك لا من الساس للراس من من الصنداله من اش يقولها من البيجاما الحوايج كتكون عطريه داك الشيء اش غدير شي عطريه هي كنت تبع لي عطريه ماشي شي عطريه عطريه صافي خليها للدري صغار باش يخمو سميتو الهم ديالهم خليني هنا تبرعي على راسك انت وتلبسي وتقادي لي راسك وشوف شنو غيخصك سهل عليك اولدي شي بيجامات جوج شنو داك الشيء جوج الصنيبه سيري جوج ربي يخليك الا عدا لك بغيتي تمشي معنا غدا السوق يلا لا ما عداش غدا تمشي الصبح ايوا صافي 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 ايوا ما عنديش انا المشكل المريقه ديالنا بخير الزوق ان شاء الله لا لا صافي الويدا مريقه الليل هذا ما صافي الليل هذا مريقه يجيبوا لنا دابا غير هاد الطرسين ولا شنو تعشى يا حليمه جات مع السلاجات غزال وايلي وايلي اقسم بالله الشيء لا فن فن تبارك الله الله ايوا الخير هو بقى خير تبارك الله هذا جبتي تهزوا معنا هاد الشيء هذا ان شاء الله هزوا الله يرضي عليكم
خاصني انا سيتي اختي هاد الطبيصيل هذا. الله يعطيكم الصحه وصافي. الخبز عطاني الخبز. او دابا ان شاء الله يا ربي متابعين الاوفياء. ما صبطوش معايا صافي ياك. لا ولدي صافي يسهل عليكم دابا. سيدي شوفكم سبحان الله ديما تصلحها. لا بزاف كاع. صافي هاكا سيدي. دابا تيتوش بالتوصيل. الله ينفعكم دابا. ياك الله يبارك عليكم وليداتنا. ايوا ديروا العشية ديالكم. حنا غادي كنعسو هنا كنعسو. خبز كثير الحمص صحني ما درنا شي طنجرة. الحمص غادي يكون نص حنا كاين. انا لكم السوق ان شاء الله. ايوا حطوا العشية ديالكم حطوه دابا نيت. دابا ان شاء الله دابا. ايوا حطوا الخبز ديالكم وكدوا الخبز عندكم متابعين الاوفياء الاجوائية هذه تبارك الله ما شاء الله. داك الشيء تبارك الله. كلشي زوين المهم. ادعي مع المشاهدين. ادعي معهم. انا جواب برزق. امين. ادغيش يعفو ربي. امين. ادغيش يرضو ربي. امين. تنفرش تلفت. امين. ياولي تعدو البرزق. امين. مسكينة مبروك عليك البنية. تعدو البرزق. امين يا ربي. امين. ياولي تعدو البرزق. ياولي قفزو ربينا الجميل المحترم. ومتابعينا الاوفيين العائلية كتعشى الوالد سالا المهمة ديالو. الوالد غدا معايا نمشيو للسوق ان شاء الله. 4 ونص صافي غدا ان شاء الله اللقاء ديالنا في السوق مع باق الدوشه. باق الدوره غيمشي معنا متابعينا الاوفياء. بقى لنا في هذا الاثناء ان شاء الله. مع السلامه وشكرا للجميع. انا غنمشي نتعشى الفقر خوت ضيعتوني. الله يعاونك. السلام عليكم. رجعنا باش نتعشاو معكم. انت تعتي ولا عمروا البلاصه. خليهم يجي يتعشاو. لا لا راه نعيمه واش دار بحال جافك دابا باش نبداو ان شاء الله نتعشاو مجموعين. ياو تبارك الله الخير موجود. الخير موجود امي الخير موجود. خاصني نجبد غير حداكم واقيلا هنا. بغينا ناكل. ها هي صح. وين جبت الآية صح؟ وهي دابا هي. وهي ديال الحاق خصنا لها بحاجة ضروري. يا ولدي أنا باكا تهز معايا بالليل تيبات الدوح غادي جاي لكم. هاكا الويدة كانت يعاونك الويد ديك الساعة. يا ولدي بزاف كاع. هيا تقول لك حنين تاهو سبحان الله. اللي دار لي باك ما عمرني ما نساه نتلاقاو عند الله. عمرها ضاع. والله قسم. عمرها بيه ان شاء الله. وكتجينا غير كتولي تجي يبوس داك التليفون. قدر خويا 7 ايام ما يدخل فيك يمكن تفيرما. والله ما. والله العظيم ما كيقدرش والو ما يدخل. وباك نهار اللي كنت انا وفاطمة راه يعاون امك حمايه اللي كانت تقابلنا حناك. هو كان مسكين تيهزني من الدار ويعاونو. نعم وحدنا حنا كانت فيه. هذا قدر خويا واحد الخطره مشينا جايبه لك الفاطمه وهي دابا عطيناه هو يعمرها تاي وهي فواحد البيت وجايه تسلم عليه. ما غاديش يعمرها. واحد سبحان الله نفيسه ما يخليش حتى يخليها. من عند الله. بحال قلبه ما عقيده. إوا فاطمة جات باغا تسلم عليه قال لها خاصني غير قال لها قالت لي عمرها تي واحد البيت قال لها دابا داك الشيء بحال معكي. نفسي سبحان الله العظيم نفسي صاحبي. عاوتاني كتقابل منوع مسكينة قابلت 100 قولها ثلاثة تكمل 100 خلاص والله العظيم كتعاون مسكينة دير صداقة دوكا انت غنكمل دوك 100 غادي ندير صداقة وكانت تقول لها امي بغيت تسهل عليك تقول لها امي وانت طيبينا نهار تجي من عند نجيس ما كانش تايبغي. نو متابعينا الاوفياء نقول لكم مع السلامة إلى فلوق قادم. المرقة واش بقات ولا ما بقاتش لعن الله.